حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من جبهتنا الداخلية والإعلامية في كل القضايا الوطنية. بداية، اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وفك القيد عن أسرانا. لقاءنا اليوم بكل تأكيد جزء من لقاءاتنا حول قدرتنا على الصمود الاقتصادي، على الأقل في الجانب الاقتصادي، وصمودنا في الجانب الاقتصادي اليوم بكل تأكيد له علاقة وبشكل وطيد ومحوري في قدرتنا على تدعيم ومساندة الأهل وإسناد الأهل في قطاع غزة، مع كل ما يعترينا من عجز طبعا، ومع غياب الرؤى بصفة عامة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ميدانيا ومن كافة الجهات. ملف بعتقد ليس من المبكر طرح اليوم، لأنه يمثل تحدي أكيد. اليوم منظمات المجتمع المدني جزء أصيل ومركب أصيل من مركبنا الوطني بكل تأكيد، لكنها كمان أمام جبهة خالصة، جبهة أوروبية أمريكية تمويلية مختلفة الملامح، خاصة بعد ما شفنا عن توجهات لزيادة الشروط وما يسمى بالتمويل المشروط على تلك المنظمات. بعضها قد يكون مع ويستمر، وبعضها قد يقرر ويقاطع، وبعضها أخذ قرار سلفا أنا لن أخضع لهذا التمويل المشروط اللي بيجرم القضية الفلسطينية وبيجرم الحقوق الفلسطينية. بل على العكس، بعض الأخبار اللي اقتبستها من بعض الأصدقاء اليوم، هناك المزيد من الشروط اليوم تطبخ في المطابخ الأوروبية ومطابخ بعض المانحين. فماذا نصنع بالوقت اللي عندنا آلاف من أبنائنا بيشتغلوا في منظمات المجتمع المدني بما فيهم في قطاع غزة نفسه؟ بمعنى الأثر الاقتصادي والاجتماعي قادم بكل تأكيد في هذا الملف، وقضايا أخرى عديدة بدي أناقشها طبعا مع ضيوفي هنا في الاستوديو. أرحب بداية بضيفي إياد رياحي، الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أهلا وسهلا بكم. والأستاذ عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، أهلا وسهلا بكم. أبدأ عن اليمين أستاذ إياد، أبدأ معك بداية نشوف بنظرة تلسكوبية، هل كنا متوقعين أن نصل لهاي المرحلة اليوم، وأن حالة العداء اللي عم نمر فيها اليوم بعد ما أنت عارف غزة اليوم كشفت وأسقطت أقنعة في هذا العالم في قضايا كثيرة عديدة، والملف الاقتصادي حاضر وبقوة في هذا السياق، وعلى رأسه ملف التمويل والتمويل المشروط. التمويل المشروط بداية هو موجود، لكن اليوم عم نشوف مغالاة، عم نشوف تغول أكثر بالإخضاع إذا صح تعبيرنا. بعض المؤسسات أعلنت عن مواقف وهي مواقف طيبة، وفي المقابل ردت عليها مؤسسات كما روزا لوكسمبورغ وغيرها ببيانات وصفت بأنها مشينة من بعض المراقبين اللي بدها تخضعك بالصفة مباشرة وصريحة. بمعنى في السابق كان التمويل المشروط نحكي مخبأ بعباءة التلميح أكثر من التصريح. اليوم صراحة مطلوب منك 1 إلى 10 إذا بدك تأخذ مني قرش واحد. كيف سنتعامل مع هذا الملف يا درياح؟ يسعد صباحك طلعات، ويسعد صباح كل المستمعين، كل التضامن مع شعبنا في قطاع غزة. ملف التمويل المشروط أو التمويل السياسي المشروط هو ابتدأ من سنوات طويلة. إذا بدنا نأخذ مرحلة 2019، بلشت مع شروط الاتحاد الأوروبي أنه يوضع شروط سياسية على التمويل، وهي الشروط السياسية اللي هي كانت بتتطلب بشكل أساسي إدانة 7 تنظيمات فلسطينية، من ضمنها حماس، من ضمنها الجهاد الإسلامي، من ضمنها الجبهة الشعبية، من ضمنها حتى كتائب شهداء الأقصى. وبالتالي صار مطلوب من المنظمات الأهلية توقع، أو اللي بدها تتقدم لمنح للاتحاد الأوروبي، أنه توقع على هاي الشروط. وصار خلاف وانقسام في المجتمع المدني الفلسطيني حول مين بوقع ومين بوقعش، وليش مش لازم نوقع. وكان في تفسيرات عديدة في حينه أنه إحنا هاي موجة ولازم إحنا نمشي معها، لأنه بقاء المنظمات والاتحاد الأوروبي صور البعض بين هلالين أنه هو شريك سياسي. عشان ما نطولش بهذا السياق التاريخ اللي هو ممتد أصلا قبل 2019، جينا على الحرب على غزة أو العدوان على غزة، وهي صار الاصطفافات السياسية بالعالم. هذا المشروع الاستعماري اللي بفلسطين هو تعرض لتهديد وجودي عمليا بين هلالين، وبالتالي بلشت الاصطفافات السياسية. لما نحكي العدوان على غزة هو عدوان سداسي على غزة، معنى انه اليوم في
في أكثر من دولة مشاركة عسكريا في الحرب والعدوان على قطاع غزة. التفصيلية الصغيرة اللي دعم عسكريا كان كمان عنده ملف داخلي هو ممكن يشتغل فيه مع الفلسطينيين، وهذا الملف هو ملف التمويل سواء للمنظمات الأهلية أو للحكومة. في 11 أكتوبر يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام من العملية في غزة كان موقف للاتحاد الأوروبي بسحب التمويل عن الشعب الفلسطيني، وهنا كانوا هم مستعجلين، كان حدا متحمس في الاتحاد الأوروبي بالضبط، وأعلن هذا الإعلان إنه إحنا جمدنا المنح وراح نراجع المساعدات للشعب الفلسطيني. هذا بيعكس شيء معين يا درياحي، سرعة الرد بمنح سياسي ومباشر بدل ما يكون بالاتجاه العكسي أو على الأقل المحايد، فورا أخذ موقف ضدك فورا دون نقاش، وكأنه عفوا النظام الداخلي، أنا آسف، وكأنه النظام الداخلي عنده جاهز، إذا وصلنا لهذه المرحلة فورا نزل المادة 11 ولا المادة 111 واقضي على التمويل في المرحلة. هذا هو الاستخدام السياسي للتمويل، يعني إذا بدك تلخصه بعبارة واحدة هو الاستخدام السياسي للتمويل. بعدين جينا على مواقف خلينا نسميها بين هلالين أو بدون هلالين، هي مواقف وقحة لبعض الممولين. معنا جينا على التمويل الألماني، اليوم الحكومة الألمانية بما فيهم هاي المقابلة اللي بعملها أنا وياك وفيصل اللي هي مخالفة لشروط التمويل، بمعنى إذا حدا فينا بأخذ مصاري من الحكومة الألمانية بما انه احنا طلعنا الثلاث على هاي الحلقة فهي بتحرض على التمويل وبالتالي يسحب التمويل لهذا المستوى. اليوم وصلت الشروط، وبالتالي عملية مجابهة الشروط السياسية المفروضة من الممولين بطل في مجال انه احنا تناور في هذا الموضوع، يعني لا الممولين قابلين منك انه انت تناور وتقول يعني تغطيها بعبارات او الى اخره، لا مطلوب منك إدانة واضحة للمقاومة الفلسطينية. كثير من الدول اللي شاركت بالعدوان اليوم بتشترط على هل الإدانة تقتصر على التوقيع؟ قبل ما ننتقل للأخ عباس، هل تقتصر على التوقيع ولا صار اليوم بدهم بلكي أتوجه للكاتب العدل مثلا أعلن براءتي عن الفلسطينيين؟ اليوم مش بيجي بقول لك بالدين أو بالدينش، بعض الممولين مش الموضوع انه انا باجي عندي عقد وبفاوض عليه بدين او بدينش، لا هو بفتح على صفحة الفيسبوك تبعت المؤسسة بشوف هل انت ادنت في 7 اكتوبر ولا لا. نعم. وبالتالي هو ببني تقييمه على هاي القضية، وبعدين عمل بعدها تطبيق بيعطيك حسن السير والسلوك عشان يكمل المعاملة. بعدين هلا بنعمل تدقيق على المنظمات الأهلية، بتيجي شركات أوروبية خاصة، شركات تدقيق بتيجي على البلد قاعدة، وللأسف التعاطي مع هاي الشركات كان خطأ من بعض المنظمات الأهلية، بتيجي هاي الشركات تعمل هذا التدقيق، بمعنى بتحطك في اختبار، هل أدنت في 7 أكتوبر؟ هل كان لك مواقف مؤيدة ل 7 أكتوبر ولا لا؟ هل الخطاب واللغة والبيانات اللي انت عمليا طلعتها فيها تحريض ولا ما فيش فيها تحريض؟ وبالتالي انت بتخضع لعملية تدقيق على الكلمة اللي انت بتقولها، يعني اليوم مطلوب منك في العقود الخطابات الكراهية، معاداة السامية، الى اخره. وبالتالي رحنا على محل شروط اللي حذرنا فيه من 2019، يعني كان متوقع انه راح ننزل لهذا المستوى، لانه كان في نقاش في المجتمع المدني، ما هم مش حاطين افراد وبالتالي فيش عقوبات على الافراد في لستة الاتحاد الاوروبي. طيب يا اخي اليوم في عقوبات على الافراد في لستة الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي دخل افراد، وين احنا واقفين كمنظمات؟ وهذا تطور جديد على ملف التمويل. بعض الممولين اليوم بقول لك انا عشان ادقق واراقب بدي احط فيديو وقت التدريب، يعني التدريب نفسه ينبث على فيديو لحدا يدقق من وراك شو انت بتقول للناس سلام. في عملية التدريب. وبالتالي اليوم اذا المجتمع المدني ما توحد انا برأيي احنا في محل ثاني. بعض الممولين اعلنوا صراحة احنا مش رح ندفع شيكل في هاي البلد ولا دولار واحد الا اذا كان هذا الدولار بخدم امن اسرائيل،
في المنطقة، وبالتالي مطلوب اليوم نقاش في المجتمع المدني وين رايحين، في موقف موحد في المجتمع المدني؟ لا، ما في موقف موحد، عشان نكون واضحين، ما في موقف موحد في المجتمع المدني الفلسطيني حول ملف التمويل المشروط، وهذا أضعف هذا الملف. لو في مواقف موحد ومشترك اليوم بتقول لا، الناس يعني او الممولين على الاقل بيشعروا انه والله المجتمع المدني عنده موقف واحد، وبالتالي احنا ما بنقدر نروح نبالغ في عملية الشروط او نفرض هاي الشروط السياسية، لانه انت كهين كمجتمع بتيجي تقول انا الممول ما بلتقي معي برؤية سياسية واحدة لا حرية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، بديش اياه. في دول كثير لها مصلحة تضل من بوابة المساعدات في هاي المنطقة. نعم. احنا ما بنفاوض على التمويل، ما بنفاوض على العقود. طيب، ما بين غياب الموقف الموحد وهذه إشكالية حقيقة أستاذ عباس ملحم، وإذا بحب أخذ تعليقك على الشركات المخابراتية، واضح اللي ذكرها الأستاذ إياد، جاي تحاسبك على الكلمة، جاي تحاسبك على الموقف وبأثر رجعي. ترى يعني بنفعش اليوم تبدل من أقوالك، بنفعش اليوم تعمل صفحة تتلائم وتتوائم، افترضنا حدا بده يعمل مع متطلبات التمويل للأوروبيين ولا للكنديين ولا للألمان، اللي طبعا كمان موقفهم كان غريب عجيب حقيقة، والأسبوع الماضي ودوا لي بيان إشي بتشمئز لما بتقرأه حقيقة. الألمان أعتقد كان عن وزارة التنمية والتعاون الدولي الألماني. رؤية ما فيش أو موقف واحد ما فيش، هل مبكرا لسه عباس ملحم نحكي عن رؤية، ولا بتقديرك الأصل مثل ما كان عندهم كمان سرعة رد، إحنا كمان سيدي يكون عندنا سرعة رد، هيك اللي بنقدر نعمله، هاي حدودنا، هذا السقف ما بنقدر نتجاوزه، نقطة وسطر جديد، بغض النظر أنه سيكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة مؤكد، لكن السؤال هل نقدم المبادئ على المصالح أم المصالح على المبادئ؟ تفضل. صباح الخير لكم وللجميع المتابعين والمستمعين. بداية خلينا نحط حقائق نثبتها مبدئية وبعدين نحكي في التفاصيل. مبدئيا القضية الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال والانعتاق من هذا الاحتلال، هذا حق مبدئي عليه قام المجتمع المدني، وكل فلسطيني بينبض قلبه وبيجري دمه بهذه الرسالة. هذا لا يمكن وله خاضع للنقاش، ولا يمكن التعاطي مع أي جهة بتعامل مع الشعب الفلسطيني إلا إذا كانت توافق على هذه المبادئ والقاعدة المبدئية الأساسية اللي عليها هذا المجتمع المدني الفلسطيني اتشكل وطلع وصار، على الأقل في إطار شبكة المنظمات الأهلية، أنا بحكي على الأقل في هذا المستوى، هذه القاعدة المبدئية لا يمكن القفز عنها. مشان لا ببيع أنا حالي مراجل، ولا بقدر أبيع الآخرين مراجل، ولا بقول عن حالي أكثر وطنية ولا غيري أقل وطنية مني، مشان ما نوزع شهادات. المجتمع المدني هذه قاعدته المبدئية في العمل، نضاله الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال هو المبدأ، تحت هذا المبدأ بتم العمل عند كل المجتمع المدني. شراكات هذا المجتمع المدني مع المؤسسات الدولية والأهلية في العالم قائمة على مدى القرب والابتعاد من هذا المبدأ. اللي ضد أصلا ما بيجي عليك، اللي ضد نضالك للتحرر ما بيجي معك شريك، اللي متفهم نضالك وبوافق عليه أهلا وسهلا فيه. السؤال هل يمكن أن تتم مساومة على هذا المبدأ؟ هذا حكي مرفوض أصلا، غير خاضع للنقاش لا عند مجتمع مدني ولا عند أقل فلسطيني في هذا الوطن. ولما صارت الحرب، مدام نحكي عن الحرب أو العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة في 17، هذا ولد زلزال على مستوى العالم، خض العالم كله، خض العالم على مستوى حكومات، أجهزة استخباراتية، على مستوى كيانات، على مستوى حتى مجموعات ضاغطة، وحتى على مستوى الفلسطيني صار في هزة. مش سهل اللي صار، ومش سهل كان استيعابه، وبالتالي المواقف طلعت ارتجالية وغير محسوبة ومش منسجمة مع كل كيان بحاله. بمعنى الاتحاد الأوروبي، يعني رئيسة الاتحاد الأوروبي المفوضين الأوروبيين طلعت في التصريح المشين والمعيب تبعها اللي أدانت فيه النضال الفلسطيني التحرري، ولكن معها أعضاء في المفوضية أدانوها في التصريح وطلبوها في الاستقالة. بالتالي هذه الكيانات غير منسجمة حتى بالموقف، يعني طلع الموقف هذا أوراق اعتماد منها وهي على كل حال مروحة،
ثلاث أربع شهور وجاي حدا ثاني، والكل عارف إنه اللي جاي مواقفه مختلفة تماماً عن اللي رايح. بمعنى إنه هذه المواقف مش مواقف الأجسام، مش دفاعاً عنهم، بس أنا بحاول أوضح لك. في بلاد زي ألمانيا، ألمانيا اللي أخذت مواقف جداً صعبة، واللي يفترض إنه هذه البلد تكون حساسة جداً بسبب تاريخها. نعم. ضد استهداف المدنيين وقتل الأطفال والأبرياء وهدم البيوت عليهم، كان لازم تكون أكثر حساسية في الموقف تجاه استهداف المدنيين، مع ذلك اصطفت مع الكيان وبتعتبر أنه عندها يعني إثم تاريخي حاملته معه ولازم تدعمه ظالما أو مظلوم. عمره ما كان مظلوم هذا الكيان، دائما ظالم. مع ذلك في داخل الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني طلعت أصوات مختلفة، نشاز عن موقف الحكومات. في بريطانيا في اصطفافات من نوع آخر. وبالتالي دور المجتمع المدني وين بكمن أخوي؟ وين بكمن؟ إحنا شغلتنا نطلع صوت المجتمع المدني ونطلع روايتنا الفلسطينية للعالم، وشغلتنا نعمل ونبني تحالفات في هالعالم تصطف أكثر مع القضية الفلسطينية وعدالة مطالبنا ونضالنا وإحداث اختراقات في كل الأجسام على مستوى العالم دون إسقاط المبدأ. وهذا حصل. نعم، دون إسقاط المبدأ. في اللحظة اللي هاي الدول اللي حكى عنها أخونا إياد قبل شوي أخذت هذه المواقف، طلع بيان من شبكة المنظمات الأهلية من أقسى البيانات اللي بتدين هذه الحكومات وبتدين مواقفها، واللي طالبت الكل الفلسطيني بمقاطعة كل هذه الحكومات اللي اتنصلت من المواقف الإنسانية ومن القانون الإنساني الدولي ومن القوانين والشرعية الدولية باصطفافها إلى جانب الاحتلال. ونزل هذا البيان ولم يتم على هذا البيان أي حساب عالميا. هذا موقف لأنه له علاقة بالمبدأ. أما من حيث مواقف هاي الدول في التمويل، نعم الدول اللي صار كل العالم صار فيه هزة والدول صار عندها هزات، وإحنا بنعرف الانقسام في العالم الآن أصبح من يقف مع الإنسانية ومن يقف مع الوحشية. نعم نعم. واضح الإجابات على هاي القضية اليوم بينة، يعني واضحة كلية. ما عندهم مشكلة المؤسسات الألمانية. نعم، وقفت موقف إلى جانب الكيان بكل أبعاده وغطت عليه ودعم سياسي ودعم عسكري واللي بدك إياه ضد الضحية اللي قاعد بدفع في ثمن الحرية. بالمقابل راجع مواقف نفس هاي الدول ونفس هذه الحكومات في الأزمة الأوكرانية الروسية على سبيل المثال مختلف تماما. دعموا حق أوكرانيا في الحرية والاستقلال والنضال والكفاح من أجل استعادة الأراضي اللي بين قوسين برأيهم احتلتها روسيا. وعندما الروس اتهم الروس بالنسبة لهاي الدول بأنهم ضربوا المنشآت اللي بتعمل خدمات الكهرباء والمستشفيات، اعتبروا هذه جرائم حرب. ولكن عندما يأتي الموضوع إلى الفلسطيني الوضع هذا مبرر. الوضع هذا مختلف كله. طيب يا سيدي، اليوم بالنسبة للشروط عندهم انقسام اليوم وعندنا انقسام نحكي. نعم بس بيجي لش عالشروط. طيب عالشروط عند الشبكة، أنا بدي أحكي كعضو تنسيقي في شبكة المنظمات الأهلية مش كاتحاد مزارعين بهذا الإطار. شبكة المنظمات الأهلية رفضت كل تمويل مشروط، كل التمويل المشروط. ما يتعلق بشروط الاتحاد الأوروبي اللي حكى عنها الأخريات هذه سابقة للحرب، قبل الحرب أصلاً أجت وهي فيها شروط. نعم نعم نعم. وهناك صار فيها نقاش طويل عريض، وتقدمت مؤسسات في داخل هذه الشبكة يعني يعتد برأيها، ومنهم الإخوان في مؤسسة الحق يعني اللي إحنا كمان، وأخذ واجتمعت الشبكة كلها وأخذ موقف بأنه ظلت التعامل مع الاتحاد الأوروبي قائم بناء على رسالة خطية جوابية من الاتحاد الأوروبي بقر فيه في حق الشعب الفلسطيني في نضالاته وتفهم حاجته للاستمرار بهذا الكفاح من أجل الحرية والعدالة. بناء على هذه الورقة المرفقة مع أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كملت الشبكة في المشروع المشترك اللي بينها وبين الاتحاد الأوروبي، واللي بيحكي عن تضييق المساحات والتحديات اللي بتواجه المجتمع المدني، واستخدم هذا المشروع ليكون منبر وصوت للمجتمع المدني على مستوى العالم. من يوم ما قام الحرب لليوم، هي 17 لليوم، في كثير من الدول قاعدة بتراجع في مواقفها التمويلية وبدها تضيف شروط وبدهاش تضيف شروط. حتى الآن ما أجل الشبكة من الاتحاد الأوروبي حتى هاي اللحظة اللي أنا قاعد أنا وياك فيها وأنا مسؤول عن كلامي،
ما أجل الشبكة في شروط جديدة من الاتحاد الأوروبي. حتى اللحظة الشبكة عندها موقف صلب، أي شرط من الاتحاد الأوروبي يرفض التمويل فورا، مش بس من الاتحاد الأوروبي ومن أي جهة تمويلية أخرى. لم يطلب حتى الآن إدانة، ما انطلب من الشبكة على الأقل الدين. الموقف الوحيد اللي صار من الاتحاد الأوروبي في بيان باللغة العربية صدر عن شبكة المنظمات الأهلية أول أسبوع من الحرب، أول أسبوع باللغة العربية. أحد الصحفيين المأجورين المدفوع لهم من الحركة الصهيونية قدم شكوى للاتحاد الأوروبي على شبكة المنظمات الأهلية من خلال الإسرائيلي مونيتور، أخذ المعلومات وقال إنه الشبكة بتدعم وبتساند وحماس واللي بدك إياه. الاتحاد الأوروبي ودى رسالة بيسأل، بيقول إحنا أجانا من صحفي هذا السؤال، أنتوا شو ردكم عليه؟ نقطة، وهو نقطة وسطر جديد. حتى الآن لم يعمل غير هيك. نعم. قديش اليوم إياد تقديرك إذا استمر موقفنا بأنه مش واضح؟ الموقف واضح مش واضح؟ في هناك نسميه اختلاف في الآراء، في هناك انشقاق، واضح أنه راح يستمر بهذا الشكل. ذكر عباس ملحم الشبكة، الشبكة اليوم كم عضو بتمثل عمليا من منظمات المجتمع المدني، وقديش بتعول بتقديرك أن الشبكة قادرة تقود هذا المسار؟ لأنه على الصعيد الرسمي ما عندنا رؤية في هذا الموضوع، رغم أنه كل التمويل المشروط هذا من البداية تعارض مع القانون الفلسطيني أصلا، ومع ذلك الوزارات نفسها بتأخذ تمويل مشروط وغيره بيأخذ تمويل مشروط، فحتى يعني نضع الأمور بنصابها بهذا السياق. بس الشبكة ما بتوخ مفهوم. لا أنا بحكيش عن الشبكة كشبكة، بس يعني أوضح بعض النقاط. إنه اليوم المجتمع المدني مقسوم، يعني اليوم في ائتلاف عدالة، في شبكة الفنون الأدائية، في شبكة اللاجئين، في ائتلاف الإعاقة، وهي تكتلات كبيرة موجودة في المجتمع المدني، وهي أخذت مواقف واضحة من 2019 لليوم بما فيها تمويل الاتحاد الأوروبي، لأنه تمويل الاتحاد الأوروبي هو مشروط سياسيا بخالف قيمنا، بخالف القانون الفلسطيني. فهذا النقاش يعني صار بدناش ندخل فيه كثير. قدرتنا على يعني بدي أقول الاتحاد الأوروبي لليوم بغطي جرائم إسرائيل في غزة، في دعوة صدرت عن الاتحاد الأوروبي بتطالب بوقف إطلاق النار، على الأقل بوقف إطلاق النار. الأوروبيين بما فيهم بوريل كان بغطي مسألة التهجير لمصر، اللي بتبع في 11 و12 أكتوبر إيش كانت تصريحات بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. كان يطالب بفتح ممر إنساني، طريق وان واي على معبر رفح، وبالتالي كان الأوروبيين متورطين. لليوم الأوروبيين ما في دعوة في الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار بغزة، كل اللي بيحكوه الأوروبيين هم بيحكوا على هدن سياسية، على هدن إنسانية، وبعدها تستكمل الحرب. الحكومة الألمانية ولا ربع مسؤول، مش مسؤول، ولا ربع مسؤول ألماني صرح موقف على الأقل مش بدين العدوان، على الأقل بطالب وقف إطلاق النار، لأنه ألمانيا حالة الحالة العدائية تجاه الشعب الفلسطيني فيها وصلت مستويات عالية، وبما فيها الأحزاب اليسارية الألمانية. احنا كنا بنتلقى تمويل من مؤسسة، مثلا مؤسسة يسارية موجودة هين، تطلع على البيان تبع الحزب اللي بتتبع إلها، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، إعلان حرب، يعني مش إنه موقف سياسي، هو إعلان حرب، وبدين الناس بغزة لأنهم بأيدوا حماس. يعني بمعنى بقول بيستحقوا هذول الناس اللي بنعمل فيهم لأنهم هم مؤيدين لحماس. الاصطفافات في المجتمع المدني موجودة. أنا برأيي إنه، وأنا أشرت لها في البداية، اللي أضعف المجتمع المدني هو عدم وجود موقف موحد في المجتمع المدني، وراح نضل بنفس القالب، لأنه إحنا كل النقاشات صار حوارات داخلية في المجتمع المدني من 7 أكتوبر لحد قبل أسبوعين، حول كيف بدنا نواجه هاي الهجمة من الممولين، وكيف إحنا بدنا نتعامل. أنا أسف على المقاطعة، بعض المؤسسات ترى أنه لا بديل لا سبيل، فليكن ما يكن، بدنا نكمل. طلع في واضح انه في بعض المؤسسات هذا موقف، في مؤسسات، يعني عشان نكون واضحين وصريحين، عازلة حالها عن اي نقاش سياسي في البلد، عازلة حالها ومريحة راسها
وبجوز بعد ما الحرب تهدى الناس بتقعد وهالباحثين ببلشوا يكتبوا وشوفوا انه في احنا مؤسسات اليوم صامتة صمت القبور، يعني ما في اي صوت، ما في اي ردة فعل، ما في اي ردة فعل. بالتالي هي حفاظا على مسألة التمويل. إذا إحنا عرفنا أو نجحنا نخلق موقف موحد في المجتمع المدني حول مواجهة آلية التمويل، إحنا بنطلع بأقل ضرر من هاي الشروط. وهذا تعتقد صعب بهاي المرحلة؟ وهذا صعب في هاي المرحلة، لأنه أكون صريح، يعني اللي مضعف موقفنا هو شبكة المنظمات الأهلية. التفسيرات كمان اللي بتعطيها شبكة المنظمات الأهلية هي أضعفت موقفنا، لأنه اليوم حتى بالنقاشات اللي صارت صار في اتفاق مبدئي على إعادة المنحة للاتحاد الأوروبي، وصار مطالبات أصلا بالهيئة العامة للشبكة حول إعادة المنحة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي احنا دخلنا بتفسيرات طابعها قانوني، هل بصح لنا نرجع او ما نرجعش، واحنا بنحكي هنا عن موقف سياسي اكثر طيب. منه هي اجراءات قانونيه ولا بنفس المحور. عباس محمد تفضل، اكيد عندك اضافه. اولا ما في موقف في شبكه المنظمات، ما فيش موقف على موضوع ارجاع المنحه الاوروبيه، لانه حتى المنحه الاوروبيه المشروع اللي تم التوقيع عليه ايام ما كانت المؤسسات اللي موجوده عليه مؤسسات مستهدفه، واحنا جينا على شبكة المنظمات الأهلية مشروع موقع عليه، اصلا مشروع الاتحاد الاوروبي موقع عليه، في نقاش، في اراء مختلفه داخل الشبكه، وهذا شيء طبيعي. مش مطلوب يكون كل مؤسسات المجتمع المدني متطابقه في القضايا الفنيه، مش مطلوب. الشبكه اطار تنسيقي بنسق المواقف ضمن القاسم المشترك بين الجميع، زي المنظمه التحرير الفلسطينيه. هي المنظمة الفلسطينية فيها الأحزاب اللي فيها كلها متطابقة في الموقف السياسي ولا في اختلافات، بس في إطار جامع بالقاسم المشترك. شبكة المنظمات الأهلية تعمل على قاعدة القاسم المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني. التمويل المشروط عند الشبكة مرفوض. كل التمويل كل التمويل مرفوض. ما أيا كان كل التمويل المشروط مرفوض، بدليل إنه اليو اس اي على سبيل المثال اللي عندها الشروط ونزلتها ورفضت من شبكة المنظمات الأهلية من أيام ما طلع التمويل، ولا اليوم ما بيتاخذ من أعضاء شبكة المنظمات الأهلية، ما بياخذوا تمويل من الأمريكان، من اليو اس اي، لأنه تمويل مشروط سياسي. تمويل الاتحاد الأوروبي صار عليه نقاشات، وكان البعض بيقول نعم يجب أن نذهب خطوات متقدمة ونقاتل الاتحاد الأوروبي، وبعض بيقول لا، هذا الشروط المحطوطة بالورقة الجوابية التوضيحية من الاتحاد الأوروبي بتشكل الحد الأدنى مما يقبل فيه، وهذه أجت كمان من من جزء من المنظمات اللي كانت مستهدفة في الإغلاق وقطع التمويل عليها، وصار النقاش وأخذ الموقف بالوسطي بين أعضاء الهيئة العامة، وتم الاتفاق على أخذ هذا الموقف. فالمؤسسات متروك إلها خيار، يعني إحنا في الشبكة، بس أنا اتحاد مزارعين، عندي مجلس إدارة وعندي هيئة عامة. إذا أنا في قلب مؤسستي بأخذ قرار بقول بدي أقاطع كل شيء وبديش أخذ من أي حدا، بقدر أخذ هذا الموقف. بس القاسم المشترك بين كل المؤسسات بوجود هذا الرسالة الجوابية، تم قبول هذاك التمويل في وقته من قبل اللي كانوا في التنسيقية في ذلك الوقت. احنا جينا عليه موجود هذا التمويل، وما زال اليوم في المواقف الجديدة يوضع أمام الهيئة العامة قرار تتخذه كهيئة عامة. هذا موضوع لا ما بتاخذ تنسيقية لوحدة، من مصيري على المستقبل كله، وتتناقش وتحط رأيها وتقول نحن نريد مقاطعة كل التمويل اللي بيجي من برا من أي جهة من برا، وما بدنا هاي بس قضية، يعني من أي جهة بمعنى مفهوم، إحنا مش متوافقين. هاي قضية محورية في نقاشنا اليوم. هل نضع كل الممولين بقالب واحد بوعاء واحد اياد رياحي، ولا لازم على الاقل عشان يكون في قرار، افترضنا ولو يكون في قرار واحد موحد لكل منظمات المجتمع المدني، الجهه افترضنا الالمانيه سيدي، والله هذا هاي الجهه الالمانيه حتى كمان، وهذا السؤال من شقين اياد رياحي، هل كل الممولين في اطار واحد؟ واحد. اثنين، هل كل الممولين من دوله محدده؟ بمعنى اذا كان جهه يساريه ولا يمينيه ولا وسطيه في المانيا ما بتجربنا، نضل معها ناخذ من الجي اي زد، ناخذ من فريدريش ناومن،
انا بحكي على سبيل المثال مثلا سيدي، ولا الكل ولا الكل بده يوضع بقالب واحد، لانه الكل ماشي على منهجيه واحده وعقيده واحده. اليوم عليك ان تدين او ما بدنا نعطيك سيدي، دبر حالك. طبعا زي ما حكيت انت طلعت، هو يعني اكثر من تفسير. اولا لازم يكون في موقف سياسي عام في المجتمع المدني، انه احنا كمجتمع مدني من دين كل الدول اللي حشدت لقتل شعبنا واهلنا في قطاع غزة، هذا على مستوى الموقف السياسي. بالتالي احنا لما نحكي عن دول العدوان على قطاع غزة، سواء اخذنا الموقف احنا ولا ما اخذناه، هاي الدول اصطفت بشكل او باخر. يعني لما نحكي عن الالمان كنموذج فج في عملية الشروط السياسية، اليوم لليوم ما في موقف من المجتمع المدني اتجاه المؤسسات الألمانية. نزلت بيان يا كافي كافي البيان. لحظة 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 بس عشان احنا ما ندخلش بالنقاش هيك هلا. طيب. يعني احنا اثنين منخرطين في النقاشات في المجتمع المدني منيح، ولما لا بديش اتحول عباس النقاش هلا بيني وبينك. اعطينا اذا في نقطه بدنا نوضحها نوضحها. هل البيان كان كافي مثلا؟ لا ما كان كافي. انا ما يعني انا الشبكه بحكي عباس على بيان مقاطعه اي لقاءات مع الاتحاد الاوروبي ولا والدول وكل الدول اللي عملت مناصره للعدوان. يا عباس الله يسعدك الله يسعدك. كل هذه الدول بالضبط كل الحكومات كل الدول دون استثناء. بس لما اجى بوريل قعدنا معه وبالتالي حددنا هاي الدول حددنا هاي الدول 10 دول. وذكرت الدول اللي غطت على العدوان في هذا البيان. المجتمع المدني شو مطلوب منه اكثر من هيك؟ المجتمع المدني مش حزب سياسي، المجتمع المدني مش مواطن حقوق فلسطينيه، المجتمع المدني عنده مواقف تنسجم مع المبادئ اللي مش. ليش غير كافي يا دريا؟ ليش البيان غير يعني كافي؟ عشان بس يكمل فكرة. عصات السلطه على كل المجتمع المدني والمؤسسات اللي بياخذ واللي بياخذش، ما الشبكه ماخذ موقف ضد الدعم الامريكي من اليو اس اي. ما في عندنا مجتمع وملتزم اعضاء الشبكه، ما في عندك مؤسسات خارج الشبكه. كلها بتاخذ تمويل من اليو اس اي وقائمة على تمويل اليو اس اي. اول امبارح نزلت منحة من اليو اس اي وفي جمعيات خارج نطاق الشبكة عضوية الشبكة اخذوا هذه المنحة ووقعوا على الوثيقة المشينة اللي فيها الشروط السياسية واخذوا خلال الحرب. نعم اول بحكي لك عن اول امبارح، انا مش قبل سنتين، اول امبارح في خلال هذه الحرب. وشوف الموقف الامريكي الداعم المطلق اللي كل القنابل. نترك إيادي يعبر بس يكمل عفوا فكرته ويعلق على هاي النقطة. يعني أنا آسف قطعت علي عباس. تفضل معلش. بلشنا نحكي على الموقف السياسي العام. لمنظمات المجتمع المدني إذا في موقف موحد وقدرتنا على إلزام أعضائنا بمعنى إجراء. إنه أنا باخذ موقف والله مقاطع دول العدوان ولا سميها اللي بدك اياه، ولما بروح عضو ما من اي ائتلاف او اي شبكه وبقعد مع هذا العضو، المفروض الجهه اللي هو منطوي لها تحاسبه انه تعال على الاقل احنا في عندنا موقف والله عام واخذناه قرار انه احنا بدنا نقاطع، بدنا نرجع منح، بدنا الى اخره، انت مخالف شروط العضويه بهذا الائتلاف. لانه كل ائتلاف او كل جسم موجود في المجتمع المدني في معايير انه انا كيف بدي احاسب اعضاء هالمعايير اللي موجوده. وبالتالي احنا من هين بلشت قصه اللي النقاشات، هل هم كل الممولين بدك تحطهم بسله واحده ولا في مواقف لحكومات مختلفه. اليوم في مواقف لمنظمات مختلفه، في مواقف لمنظمات دوليه ما اختارت انه هي تبقى شريكه في هذا العدوان، على الاقل صمتت. يعني بهاي المرحله هي اختارت جانب الحياد او الصمت، وما وفي جانب وهذا رد فعل قابل للنقاش. قدرتنا على الضغط كمنظمات مجتمع مدني، انا بعطيك مثلا على سبيل المثال 1500 تصريح للأنوروا اللي هي معظم شعبنا في قطاع غزة هو من اللاجئين ومسؤولية الأنوروا. 1500 تصريح محلي ودولي واللي بدك إياه. هل أشارت الأنوروا في محل ما أو في تصريح ما إنه إسرائيل مثلا على الأقل هي من تقتل الناس في قطاع غزة؟ ما فيش. حتى على مستوى العاملين هاي المنظمة ما كانت أخلاقية. يعني على الأقل الرد النائم إنه أنا انقتل عندي 140 عامل أو موظف في الأنوروا في قطاع غزة، لليوم الأنوروا بتقولش مين قتل هذول الناس، وهذا سوقه على كل وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين. وبالتالي
جديد صار في تغيير بهاي اللغة بعد الاحتجاجات اللي عملها ائتلاف عدالة وبعد الانتقادات اللي والرسائل اللي توجهت لهاي المنظمات انه هاي اللغة هي تواطؤ، معنى انت متواطئ في العدوان لما ما بتسمي مين المجرم او ما بتسمي مين القاتل، انت متواطئ في هذا العدوان. وبالتالي اليوم أرضية التمويل انت يعني البيانات الناعمة هذه ما عادت الطعم خبز بين هلالين كما يقال، يعني المواقف الرمادية هاي واللي لا طبعا على الاطلاق ما عاد موجود ولا نعتبرها موقف اليوم احنا. لا طبعا هاي بتضعفك كأجسام فلسطينية، بتضعفك كمواقف، بتضعف المؤسسات في عملية مجابهة الشروط أو على الأولويات، لأنه إحنا كمان حدا أنت بتناقش هنا بجزء هاي الحلقة مخصصة للشروط السياسية، بس تعال نحكي على مستوى البرامج، على مستوى الأنشطة، يعني تعال تناقش هاي المواضيع. أنت في هدف اللي الناس طبعا بتجنبوا يحكي عنه، بناقشهوش، مش محل نقاش، لأنه إحنا اللحظة السياسية. أنت اليوم في ممولين عندهم الجرأة يجي يقول لك احنا بدنا نشتغل مع المجتمع الفلسطيني عشان نغير العوامل الثقافية في المجتمع الفلسطيني. هاي موضوع، يعني هاي موضوع ثاني على مضامين التمويل، موضوع يعني له جبهة لحاله. اعطيك مثال بسيط على زواج القاصرات او زواج الاطفال. بالوقت اللي زواج الاطفال لحد السنة الماضية كان منتشر في بريطانيا لعمر 16 و15 سنة بموافقة الوالدين، كانت وكالة التنمية البريطانية تشترط على أي مساعدات للفلسطينية وللعرب وللآسيويين وللي بدك إياه مكافحة زواج الأطفال. هو عنده زواج الأطفال، لكن هو بيعتبر أنه هي قضية اجتماعية، هين بيعتبر أنه هي قضية تخلف وأنه أنت لازم تغير العوامل الثقافية. هذا بيعنيش أنه إحنا مع زواج الأطفال، هذا اللي بيعلن عنه غير الأسباب الخبيثة من وراء. يعني بتلاقي مرات على مستوى البرامج انه عادي في البروبوز النازل في الكول انه بدنا مطلوب تغيير العوامل الثقافيه المجتمعيه. يعني انت بتلاقي مرات بعض الشروط اللي هي، وهذا لانه بغيب التخطيط والشراكه الداخليه ايش اولوياتنا التنمويه في هاي البلد اللي بواجهوا المزارعين. موضوع بجوز كمان اشكال ثاني، يعني انه انا وين اولويتي كمزارع، بدي اشتغل هين ولا بدي اشتغل هين الى اخره. اذا ما في اليوم وحده حال عباس ملحم، قبل ما انتقل لمحوري الأخير حول البدائل، افترضنا صار بكرة في موقف موحد، وخلينا نحكي في البدائل بصفة عامة طالما بدنا نعزز من وجود هاي المنظمات. حتى الآن بتقديرك بعض المنظمات الدولية أو الممولين عندهم مواقف رمادية، وبعضهم أعلن عن يعني كشف عن أنيابه، أنا هاي حالي، أنتوا اللي غلطانين يا عمي، أنتوا كنتوا تدرسوا عندي ديمقراطية، تدرسوا عندي حقوق إنسان، احنا علمناكم الاشي اللي بنطبق علينا ما بنطبق عليكم، فكل دوراتنا وكل رحلاتنا يا سيدي كلها طلعت سلامة عيونك، نظل بيننا وبين بعض ومحترمين بعض ومتكافين مع بعض احسن لنا من كل دراسات الغرب الكذابة واللي كشفت عن اقنعتها اليوم. لكن هل ممكن نوصل لمرحلة نقول لمؤسسة انت غير مرغوب فيك في بلدنا، مش بس مقاطعة، بمعنى مش بس المقاطعة بالصورة التقليدية، وان يكون هناك بيانات واضحة ومعلنة هاي المؤسسة مرفوضة وطنيا بكل الأشكال؟ أولا شوف، بدون ما نذكر أسماء حاليا، يعني لسه شوي بعدين بنذكر أسماء. يجب تعرية هيك مؤسسات أصلا، ويجب فضحها على الأقل من شركة المنظمات الأهلية، وأنا بشك أنه أعضاء من شركة المنظمات الأهلية عنده هيك تساوق، يعني من أعضاء شركة المنظمات الأهلية حسب معلوماتي ومعرفتي حتى الآن. ممكن يأخذوا هيك موقف؟ لا، بشك انه في اعضاء من شركه المنظمات الاهليه ممكن يتساوقوا على حساب المبادئ حتى الان ضمن معرفتي في هذا الجسم اللي بحكي فيه. هلا في مؤسسات اخرى خارج نطاق الشبكه متساوقه مع التمويل؟ نعم، في موجود في المجتمع الفلسطيني، تعريته لازم والوقوف ضده لازم. بس انا بدي اقول شيء وبعدين اجي على الجواب. اختلط شبكة المنظمات الأهلية في هذه الحرب ضمن دائرة الاستهداف، طلع على كل ما يصدر من تقارير الإسرائيلي مونيتور، مركزة على شبكة المنظمات. كم عضو اليوم أنا في الشبكة؟ حوالي 140 الهيئة العامة. اختلط في بدايات هذا الحرب، كانت الهجمة شرسة في كل العالم على المجتمع المدني وعلى فلسطين وعلى الحق الفلسطيني في الوجود بما فيها يمكن منظمات إنسانية كنا نفكرها إنسانية بتوقف مع الحقوق الضحايا. هذا ما كنا مع ذلك هاي في البداية، هذا ما كنا نعتقد. ولكن هل بقيت المواقف كما كانت في بداية الحرب لليوم؟
ما حتى دول بتراجع كامل. هذا التراجع منين صار ومنين اجى؟ ما هو كله اجى من شغل مؤسسات المجتمع المدني اللي قدرت تعمل اختراقات في هذا العالم وتقلب موازين في قلب دول وفي قلب كيانات اصطفت مع العدوان. ومع ذلك على المستوى الشعبي والاهلي والمجتمع المدني اتحركت مظاهرات شاسعه وكبيره في بلدان حكوماتها فرضت عقوبات على من يرفع علم فلسطيني، ومع ذلك طلعت مسيرات في عشرات الاف الناس. في بريطانيا طلعت، في المانيا اللي مصطفه بالكامل على المستوى الرسمي طلعت الناس وعملت مظاهرة، في أمريكا مظاهرات غير مسبوقة في مدن وولايات متعددة طلعت فيها الناس. كيف تحركت هذه الناس؟ نامت في الليل وحلمت حلمي، ولا بسبب هذا العمل اللي قام فيه المجتمع المدني بتواصله مع منصات وشبكات الأصدقاء اللي إله في كل هذه البلدان والانتصار الحق الفلسطيني والدم الفلسطيني اللي بعد أسبوعين من الحرب بدأ المد يتحول لصالح القضية الفلسطينية أكثر مما كان في أول أسبوعين. الخوف أخ طلعت إنه الشبكة اللي في دائرة الاستهداف ومحاولات للتصفية إلها وإخماد صوت المجتمع المدني، الخوف والقلق إنه قاعد بتسرب على الداخل الفلسطيني ويكون في أصوات مش منتبهة على حالها متساوقة مع دعوات تصفية هذه الشبكة. على المستوى الشخصي أنا حكيت لك باسم الشبكة، خلينا نحكي لك اتحاد مزارعين، وهذا حكيته موقف في الشبكة. أنا كاتحاد مزارعين ما عندي أي تمويل من أي جهة من كل اللي ذكرتها، لا اليوم ولا قبل 10 سنين نهائي. لا عندي من اتحاد أوروبي. أنت ماخذ براءة ذمة من لا 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 ده فرجيت ده لا ده أقول لك على المستوى الشخصي يعني موقفي كاتحاد لا عندي من اتحاد أوروبي ولا بأخذ من الألمان ولا بنأخذ من البريطانيين ولا بنأخذ من اللي بدك، كلهم كل اللي بيعطونا من الجهات والحمد لله اللي يعني مصطف اصطفاف بالمطلق مع القضية الفلسطينية. طيب على رأسهم البرشلونيين والكتالونيين اللي هم بيجوا عندنا كل سنة واللي هم أول من قادوا أول مظاهرة ضد العدوان. ولكن هنا لا نتحدث بالمصالح الشخصية، نتحدث بالمصلحة العامة. إذا مصلحة المجتمع المدني بيرتقي في نقاش استراتيجي على وين يأخذ بهذا الموقف، تأخذ الهيئة العامة تأخذ الموقف اللي بترتقي مناسب اللي بينسجم معها. بس بدك موقف لما تأخذه يطبق، مش موقف نعمله اليوم وتخترقوا 10 20 30 وحتى لو عريتها ما عرينا مؤسسات مخدة من اليو اس وظلت تاخذ. بحكي لك اول امبارح نزلوا منحة وراحوا وقعوا في مؤسسات في جنين اللي واقعة جوا الاستهداف الان وبتجتاح كل يوم والثاني بأسلحة للجيش الاسرائيلي وامريكي. ومع ذلك تم التوقيع على منحة فيها شروط مجحفة. السؤال شبكة المنظمات الاهلية قضاياها المبدئية محافظة عليها ومترسة فيها وستبقى رافع لواء المترسة خلف هذه المبادئ. هناك في مواقف متباينة جوا الشبكة، نعم وهذا إشي طبيعي، والمكان الطبيعي لنقاش هذه المواقف المتباينة في جسم الشبكة وفي في الهيئة العامة. اطرح الموقف من هون والموقف من هون يتم النقاش عليه. طالما لا يتم المساس في المبادئ كل شيء خاضع للنقاش. طالما لا يمس الأمر في المبادئ يا دريح، لو بدنا نقرأ المشهد خلال الفترة القريبة القادمة، أولا هل ضمن منظمات المجتمع المدني اليوم بتم الحديث عن بدائل؟ بمعنى لا أحد فينا اليوم يتمنى أنه مؤسسة وطنية تسكر أبوابها. هذا الموضوع له تبعاته وله أضراره وله ثمن كبير، لكنه أكيد مش أكبر من الثمن اللي ممكن يدفعه اليوم سياسيا ومعنويا وشخصيا وإيمانيا ونطعن أهلنا من الخلف عشان والله أكم من دولار من هول. بلشنا نفكر في البدائل بتقديرك؟ هل دول أمريكا الجنوبية بديل؟ هل الدول الأسيوية بديل؟ هل الدول العربية اللي أصلا مش ملتزمة معنا بإشي ومواقفها كحكومات وقيادات بتخزي بكل أسف بصفة عامة، هل تعتبر بديل؟ هل القطاع الخاص الفلسطيني قد يكون بديل؟ هل وجود صندوق داعم أو تحت مظلة كل هاي المنظمات قد يكون بديل؟ طبعا مش راح يكون التمويل سخي بهذا الشكل، وهذا له أكيد كمان استقلاليته في مضامين التمويل، واللي هذا راح أفرد له لقاء خاص. احنا عن أي تمويل بنحكي؟ عن البرامج خاصة اللي ذكرت حضرتك والشروط وتدخلهم بالزواج والطلاق وتدخلهم بكرة في بيتي في بيتك وعيلتي وعيلتك. تمام، بصفة عامة هل بدأ الحديث عن بدائل ولا لسه بكير شوي تقديرك؟ لا هو بلش الحديث، لأنه بلش الحديث وبلشت الإجراءات عمليا، يعني في ائتلافات مثل العدالة وشبكة الفنون الأدائية وكمان في القطاع الثقافي الحراك الثقافي الفلسطيني اليوم
جديا بنشغل على بدائل وبنشغل على فكرة صناديق، إنشاء صناديق بديلة حتى هاي المنظمات بما أنها هي رح تتأثر في موجة الشروط الجاية رح تواجه أزمة مالية، وبعدها عمليا بلش يواجه هاي الأزمة المالية. وأول هاي البدائل هو على مستوى الإجراءات الداخلية اللي بدها تأخذها كل منظمة بشكل فردي ضمن توجه عام. أولا احنا جايين على أزمة، كيف تتوزع هاي الأزمة جوا المؤسسة نفسها، هل احنا مطلوب نعمل عمليات تسريح للموظفين وبالتالي ما تحمل جزء من الأعباء المؤسسة ضمن هاي الأزمة، ولا مين بده يدفع؟ هم الموظفين والمدراء يضلوا مرتاحين، وبالتالي طريقة مواجهة الأزمة أولا على المستوى الداخلي للمؤسسات وتوزيع هاي الأزمة بعدل بين الإدارات وبين الموظفين ويتحمل كل المسؤولية في هاي الأزمة. في أفق للبدائل يا دريع؟ طبعا في أفق، لأنه بقول لك احنا يعني عمليا هل بلشنا فكرة الصندوق وفي بدائل اللي هي غدتها المنظمات، في تبرعات على المستوى الفردي كمان اللي هي عمليا بدائل حية، انه انت ما بترفع بس والله شعارات. المستوى الثاني طويلة الاجل ولا ممكن؟ لا طويلة وفيها استدامة اكثر. لا هي مباشرة وفيها استدامة اكثر وفيها انقاذ للمؤسسات، بمعنى انه مستقبلا راح يكون من مسؤولية هاي الصناديق هي وين في ازمة في اي مؤسسة منضوية ضمن ائتلافات معينة اللي هي تقدر تستفيد بشكل مباشر، وهذا بحرر الناس من الضغوط ومن عبء التمويل المشروط سياسيا. على مستوى كمان الاجراءات الداخلية، اليوم المؤسسات بدها تتواضع في مصاريفها، تتواضع في نفقاتها الإدارية، تتواضع في رواتبها، تفكر بطريقة جديدة اللي هي تقدر تواجه هاي الأزمة، وكمان كيف تستفيد المؤسسات من بعد. هذا برأيي نقاش ما كان مطروح سابقا، بمعنى أنه المرصد كمؤسسة بحثية، اتحاد المزارعين والله مجالاته معينة بلتقوا فيها، كيف ممكن يتساعدوا الجهتين، هاي المؤسسة عندها قاعة في جداعة أروح مثلا على أوتيل إلى آخره. بالتالي على مستوى الإنفاق وإحنا كيف نتعامل، بدك تختصر شوي. بالضبط، بدك تختصر كثير عشان أنت تقدر، لأنه جزء من المصاريف الإدارية هو عمليا ما بين الرواتب والمصاريف التشغيلية. كمان فكرة التبرعات الفردية على مستوى العالم، وهاي الناس بيشتغلوها وبيشتغلوها منيح وفيها عائد مردود، لكن احنا شو بصير عندنا مرات اشي بسموه العجز المتعلم، انه انت والله بتستريح على منحة بمليون دولار، بتقول انا شو بدي اروح اقعد اجمع 50,000 دولار تطلع روحي، لا فمين منحة بمليون دولار؟ لكن المنحة بمليون دولار هي بتورطك أكثر، بتورطك لأنه أنت بتزيد نسبة التوظيف وبتزيد التشغيل، وبالتالي أنت بتصير معتمد على طريقة صرف معينة اللي هي طبعها مرات استهلاكي. في تمويل كبير وفي إنفاق كبير. بالضبط، ففي إنفاق ممكن بيبعدك عمليا عن الغاية الرئيسية من هذا التمويل. مش مفروض يعني المجتمع المدني يكون يعد، أو مش مفروض يعد من القطاعات التشغيلية، لأنه إذا رحنا قلنا والله هذا قطاع تشغيلي كمان هنا بورطنا في محلات ثانية. لا احتمال مش قطاع تشغيلي. أنا برأيي يعني كان في مبالغة بعد التصريحات انه يعني في عشرات الاف الموظفين، لا والرقم متواضع اكثر من هيك. المسألة الثانية هي على مستوى القانون الفلسطيني، يعني في صمت كامل لوزارة الداخلية الفلسطينية. انت عندك في قانون للجمعيات، انا وعباس وغيرنا كلنا بنحتكم لا قانون الجمعيات، هذا بشكل حماية للمنظمات، انه والله في جهة رسمية لما بيجي الاتحاد الاوروبي او غيره اي منظمة دولية تتجاوز القانون الفلسطيني تعالهم. المفروض تيجي حدا يسأله، يعني في عنا دائرة منظمات دولية في الوزارة الداخلية على ما اعتقد، وهون انت مش مضطر تدخل بهذا السجال. عفوا، بعدين هذا مش نقاشي، يعني ببطل هذا سجالي انا، انه يعني القانون محطوط على جنب مركوب وانا وعباس مناقش. بس هو مشكلة كحكومة كيف بده يعارض اياد رياحي؟ هو نفسه بياخد تمويل. طلع في يعني بس بيقدر يحط القانون على لا بس القانون موجود، نص المادي موجود امام الممول. بالضبط، انه انا في عندي هذا مخالفه، يعني احنا مرات لما تيجي مثلا تفاوض على منحه بتقول له لا انا بكره بدي اوقع لك على هاي المنحه، انا بكره بنسجي، انا مخالف للقانون الفلسطيني قانون الجمعيات. وهذا الداخلية بمناسبة يعني كمان بكرة مستقبلا السلطة بدها تستخدمه ضدك، كمان تقدر تستخدمه ضدك. يعني بمعنى انه تعال بدنا نعمل عليك تدقيق، انت مخالف القانون الفلسطيني. طب شو بدك تقول له؟
وبالتالي مطلوب الدفاع عن قانون الجمعيات. أنا برأيي صيغة قانون الجمعيات الموجود حاليا هي بتحمل الجميع برأيي، وبتنظم هاي العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والجهات الاختصاص، وكمان بتنظمها مع المانحين عبر فكرة اللي هي التمويل المفروض المشروط سياسيا. وبالتالي احنا بنحكي عن القانون بنص بشكل واضح انه هاي المصاري هي لخدمة اهداف عامة، وبالتالي ما بتروح لأحزاب سياسية. انا برأيي هاي المادة لازم تطلع وتستخدم سواء في نقاش الجمعيات والشبكات والائتلافات مع الممولين، وكمان في العلاقة الجهات الرسمية الفلسطينية مع الممولين، لأنه بصيرش أنت كحكومة تدير ظهرك، فهمت علي، وبطل هذا النقاش يعنيك، فهمت علي، ولما نتكاتل. واليوم أنت حتى كحكومة بجزء عباس يعني انت ما او ما سمعت او ما سمعتش، اليوم الرباعية الدولية عندها مشاريع، اليوم جايبين الرباعية الدولية مشاريع في البلد. تخيل الرباعية الدولية من اطار سياسي عنده هدف معين جاي يشتغل على مكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني. الله يعطيكم العافية. لا لا بيشتغلوا يعني مشاريع في السابق عن التجارة، واشتغلوا لمعبر الكرامة طبعًا، واشتغلوا في قضايا من هذا. شو معنى يمكن في 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 قرشين بدهم يدبروا بيشتغل لا لا شو معنى انه هلا بهاللحظة الفارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني بصير الموضوع هو مكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني؟ فهمت علي؟ لأنه احنا بنعيد التاريخ كله، الفساد او استخدام ملف الفساد هو في لحظات سياسيه معينه بالنسبه لبعض الممولين، انه انا بحكي عن الفساد لما بدي اضغط جماعه المقاطعه شوي، فهمت علي، بغيب هالصوت شوي تحديث يعني وحديث عن تحديث السلطه ومش تحديث السلطه الجديده ومش السلطه الجديده. بس خير انا خلصت. طيب. شوف بس المهم من غير شو بقول، تمام، كل واحد عنده اجنده في هذا الكون، تمام، في اطار البدائل ممكن بدي احكي عنه. بس كل واحد جاي على فلسطين عنده اجندته واضح، وهذه الحرب كشفت وسقطت ورقة التوت اللي بتغطي آخر إشي من العورة وبينت العورات. كل واحد عنده أجندته، في أجنداتهم هم حرين، المهم كيف نواجهها محليا. أجندتي كمجتمع مدني اللي هي مبادئي أنا متمترس فيها وأعمل من أجلها وأقدم خدماتي لجمهوري اللي بيستنى فيي من أجلها. هلا بعض في مؤسسات، أخ يا في مؤسسة بحثية، إحنا مؤسسة بنقدم خدمات لإنقاذ قطاع زراعي، راح نضلنا موجودين ونعمل في إطار مبادئنا. بحثتوا عن البدائل؟ نعم، البدائل، البدائل. إحنا في الاتحاد في استراتيجيتنا، أصلا استراتيجيتنا بتنص على أنه نتحرر من التمويل بنسبة 60% في الخطة الخمسية القادمة، بدأت بالعام 2023 لحد نهاية 2027، نتحرر 60% من التمويل، وأن يكون التمويل ذاتي ومحلي. إحنا اتحاد بنقدم خدمات للمزارعين، ونستطيع استيفاء رسوم بسيطة على كل الخدمات على الجمهور الواسع، وهي بديل ممكن، هذا واحد على الجمهور، بس هذا على مستوى مؤسسي. أما على مستوى الكل، المجتمع المدني ككل وفي الشبكة، هذا حتى ينطرح ونوقش تغيير منظومة التمويل العالمية بمنظومة تمويل جديدة متحررة حتى من تبعات وسقف أوسلو، ومنسجمي ومتوافقة مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق من هذا الاحتلال. وهناك في إمكانيات. السؤال، هل هذا ممكن يحدث غدا؟ لا، هذا بدأ العمل فيه، ولكن استراتيجيا بده وقت لا يترسخ. مش سهل. طيب، موقف رسمي إذن ما فيش تمويل يعارض بعدين الحكومة تخصص جزء من ميزانيتها مثلا لدعم قطاعات معينة. ليش مثلاً. لا يعني فهمت علي، هذا بعيد عن الاستخدام. هذا 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 انت بتعرف انه كان هذا اذا كان عندنا تفاعل يكون عندنا حكومة اصلا مع تصفيه المجتمع المدني من خلال ان يكون الفند بوابته من خلال الحكومة لا 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 وبدات اجراءات عليه، وهذا من ضمن وانا بقول يمكن مش هيك اللي كان بقصدوش. لازم يخصصهم من اموالهم، هم من اموال الضرائب بده تخصص منهم للاستفادة العامة للمراكز والهيك. لكن بدي أحضر كمان عشان هذا على اعتبار جد حكومة، اعتبار جد حكومة هي قادرة تدفع رواتب موظفين أصلا بعدين يعني يخصص لا يخصص مثلا. يا أخ طلعت، الهجمة على المجتمع المدني كانت من قبل على مستوى منظمات دولية بتحاول تحل محل المجتمع المدني، مفهوم، على مستوى وكالات تابعة للأمم المتحدة قاعدة بتصير هي الهب في التمويل، و60% من تمويل اللي بيجيها بروح مصاريف إدارية كمان إحلالا للمجتمع المدني الفلسطيني. وأنا بقول لك حتى من الحكومة في كانت بعض المحاولات لأنه الفند يقنع الممولين، الفند يجي على الحكومة وبعدين يتحول لمؤسسات المجتمع المدني، وهذه كمان كانت مصيبة، هذه تتجاوز القانون تبع المنظمات والجمعيات. نعم. المعمول فيه. نعم. نعم. أنا بقول لك الهجمة على المجتمع المدني كبيرة، والخوف، الخوف إنه التساوق معها
يصير احيانا بحسن نيه محلي لتفسيخ وهدم واضعاف المجتمع المدني اللي لعب الدور الابرز في هذه الحرب في عمل اصطفاف عالمي وراء الحق الفلسطيني. وممكن هذا ممكن هذا التحدي القادم. يا درياح يا عباس ملحم اشكركم على وجودكم معنا اليوم، ومؤكد في القراءه للمشهد القادم خلال فتره قصيره جدا، لانه واضح كمان انه في هناك تغول اكثر واكثر في كل قضايا الشروط، وفيما بعد راح يكون لنا وجبه خاصه في مضامين هذا التمويل. وانا بحكيش عن شروط فنيه، بحكي كمان في الاطار السياسي وفي الاطار الاجتماعي وفي اطار مواد او بعض الضربات اللي تمس قيمنا ومجتمعنا ونبالته وشهامته وكل هذه التفاصيل. اشكركم على وجودكم معي اليوم، ونقول مره ثانيه اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وفك القيد عن اسرانا. اشكر كل اللي تابعونا اليوم على الموجه 101.9 وايضا عبر موقعنا الالكتروني رقيب.bs. الحلقه بعد دقائق ان شاء الله بتكون على موقع رقيب.bs وايضا عبر حسابنا على اليوتيوب. أشكركم جميعا، نستقبل بعد دقائق ضيفنا العزيز في برنامج الزميل رنا سبوبة حول قضايا الشباب وأين يمكن أن يذهب الشباب وماذا سنفعل بالشباب اليوم في قضايا عديدة، طبعا فكرية ثقافية إنسانية اقتصادية زراعية إلى آخرها، من باب شو بدنا نعمل مع الشباب وشو بدنا نعمل للشباب. إن شاء الله دائما شبابكم دائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.